Cel mai înainte de soare, a
المسيح ولد فمجدوا، المسيح آت من السماوات فاستقبلوا، المسيح على الأرض فارتفعوا، رتلي للرب أيتها الأرض كلها، ويا شعوب سبحوه بابتهاج لأنه قد تمجد. إن السيد قد صنع معجزة فخلص الشعب لما حول قديما أمواج البحر الرطبة إلى يابسا، وإذ ولد الآن من فتاة باختياره جعل لنا طريق السماء مسلوكا، وهو مساو للآب وللبشر في الجوهر، فلذلك نمجده. لنصرخ نحو الابن المولود من الآب قبل الدهور بدون استحالة، المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول بغير زرع هاتفين، يا من رفع شأننا قدوس أنت يا رب. انعطف أيها المحسن إلى تسابيح عبيدك مزيلا تشامخ العدو واجعلنا نحن المرتلين لك منتصرين على الخطيئة وثابتين على قاعدة الإيمان غير المتزعزعة. أيها المسيح المسبح، لقد خرج قاضب من أصل ياسا، ومنه قد نبت زهرة من جبل مضلل مدغل. أيها الإله المنزه عن الهيولى، فأتيت من البتول التي لم تعرف رجلا، فالمجد لقدرتك يا رب. إن حبقوق النبي قد سبق فأخبر مترنما عن إعادة جبلة جنس البشر، لأنه قد استأهل أن يشاهد رسم ذلك بحال لا تفسر، فإن الكلمة قد خرج طفلا جديدا من جبل البتول لإعادة تكوين الشعوب. أيها المحب البشر، بما أنك إله السلام وآب المراحم، فقد أرسلت لنا رسول رأيك العظيم مانحا إيانا سلامك، ولذا إذ
إلهية، فنحن نتلج من الليل ممجدين لك. أيها المسيح نحن غفرانا، نحن المظلمين منذ الليل بأفعال الضلال، المقيمين لك الآن تسبيحا بنشاط بما أنك المحسن، لكي تبادر إلينا فتقيم لنا سبيلا صالحا، حتى إذا سلكناه نجد مجدا وشرفا. إن الحوت البحر قد قذف من أحشائه يونان، كما تقبله سليما نظير الجنين، وأما الكلمة فلما حل في البتول واتخذ منها جسدا ولد حافظا إياها بدون فساد، ولم تلحقه استحالة وحفظ والداته بدون مضار. إن يونان لما كان في أعماق البحر كان يتضرع أن يصعد إليك فينجو من العاصف، أما أنا فإذ قد طعنت بسهام الماري ألتجئ إليك أيها المسيح المبيد الشرور، فتداركني سريعا منقذا إياي من تهاوني. إن الفتية إذ قد نشاء معا على حسني العبادة مزدارين بأمر الملحد، لم يجزعوا من وعيد النار، لكنهم كانوا يرتلون وهم قائمون في وسط الله بمبارك أنت يا إله آبائنا. إن الفتية لما تمسكوا بمحبة مالك الكل، إذ داروا بهذر وتجديف المتصب الملحي الذي إذ امتلأ حلقا دفعهم إلى النار الهائلة فلم تؤذهم، فهتفوا نحو السيد قائلين مبارك أنت مددته. نسبح ونبارك ونسجد للرب، إن الأتون النادي قد صور رسم العجب الفائق الطبيعة، لأنه لم يحرق الفتية الذين تقبلهم، كما أن نار اللاهوت لم تحرق أيضا مستودع البتول الذي حلت فيه. لذلك فلنسبح مترنمين وقائلين لتبارك الخليقة بأسرها الرب ولتزيده رفعة.
مددته. إن الفتية لما طرحوا قديما في النار ولبثوا بغير احتراق، كانوا رسما لمستودع الفتاة التي ولدت بما يفوق الطبيعة وهي مختومة. فهذان الأمران قد أتمتهما النعمة بعجب واحد، منهضتان الشعوب إلى الأدهار. Εγκατέλειπον πεζόμενο.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.